معجزات آخر الزمان الخفية لرسولنا الكريم. رقم 5: الحرب بين العراق وإيران. الطريقة التي تحقق بها كل شيء تنبأ به نبينا محمد بالضبط كما وصفه، لهي معجزة، وأنت على وشك أن تشهد إحدى تلك المعجزات الآن. وصف النبي الحرب بين العراق وإيران منذ 1400 عام مضت كما لو أنه رآها رأي العين. ستكون عصابة في شوال، أي الشهر العاشر من الشهور الإسلامية، ثم معمعة في ذي القعدة، الشهر الحادي عشر من الشهور الإسلامية، ثم حرب في ذي الحجة، الشهر الثاني عشر. ستكون عصابة في شوال. حدثت الانتفاضة الأولى ضد الشاه في 5 شوال 1398، أي 8 سبتمبر 1976، وهو كما أشار إليه الحديث. ثم معمعة في ذي القعدة، الشهر الحادي عشر، ثم حرب في ذي الحجة، الشهر الثاني عشر. اندلعت حرب شاملة بين إيران والعراق في شهر ذي الحجة 1400، أي أكتوبر 1980. انتبه، يتم العمل على إخفاء معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ويصف حديث آخر تفاصيل هذه الحرب كالتالي: قوم يجيئون من قبل فارس فيقولون تعصبتم علينا، يا معشر العرب لا نواليكم حتى تعطونهم حقوقهم، وسيعطونها يوما وأنتم تعطونها اليوم التالي، ويجب الوفاء بالوعود المشتركة، وسيصعدون أعلى جبل المعتق، وينزل المسلمون على السهل، ويقف المشركون على الضفاف الأخرى من نهر أسود يقال له الرقبة، وتكون حربا بينهم، فيرفع الله تعالى نصره عن الفريقين. هؤلاء القادمون من بلاد فارس هم القادمون من جهة إيران، ينزلون على السهل وهو سهل بإيران. المعتق اسم جبل في المنطقة، الرقبة منطقة تتركز فيها آبار البترول، فيقولون تعصبتم علينا، يا معشر العرب لا نواليكم حتى تعطونهم حقوقهم. ربما يشير هذا الجزء من الحديث إلى الخلاف بين فريقين النابع من العنصرية، فالحرب ربما تندلع بسبب هذا الخلاف، فيرفع الله تعالى نصره عن الفريقين. وكما تم التنويه في هذه الجملة من الحديث، استمرت الحرب بين العراق وإيران طيلة 8 سنوات، وعلى الرغم من آلاف الضحايا لم يتمكن أي من الطرفين إعلان نصره أو تفوقه الحاسم في الحرب. والآن لاحظ أن نبينا صلى الله عليه وسلم تنبأ بالحرب بين العراق وإيران قبل 1400 عام مضت، حتى أنه تنبأ بنتائجها. انتبه، يتم العمل على إخفاء معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لقد شهدت معجزة لنبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أن بعض علماء المسلمين لا يذكر ذلك أبدا، بالفعل هم يخفونها عن عمد. ينبغي على العلماء الأمناء والصادقين مناقشة معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، ويخبر الناس بتلك البشارات المدهشة.